عم تفكري بزيد؟ اي مزبوط. اتصلي فيه يجي لقدام المدرسة. مو جاي على بالي. يلا خليه يجي، حابة اشوفه. منروح على شي مكان ومنقعد سوا. بشير ومراد وكنا مع بعضنا بتصير كارثة. احكي مع بشير وقولي له ما يجي اليوم. ما تعودت اعمل هيك، كان لازم خبرهم قبل بوقت. يا ريتني قلت لبابا من المساء اني بدي اتاخر. بتقولي له انك مضطرة تتاخري بالمدرسة. اليوم ما بقدر، مندبرها بيوم تاني، منقعد بشي مكان. وساعتها بيبعت وراك الميس خانم. رح حاول دبر الوضع، بس اليوم اكيد لا. تمام. كأنهم تأخروا دقيقتين وبيطلعوا. هذا مين؟ هذا زيد المشهور اللي تعرفت عليه نهال بيقوله داغ، الشاب اللي واقف هني اللي لابس جاكيت لونه أسود. معقول جاي يشوف أختي؟ هيك كتير، شو المناسبة؟ طيب شو اللي جابه لهون؟ هي ما بتعرف اني جاي لهون. اجا زين. اي والله، انتي اتصلتي فيه؟ لا ابدا. عن جد حلو كتير. ايوه، لكي مين اجا كمان؟ اكيد اليوم رح اتبهدل قدامه. مرحبا. اهلي سعد. نهال، فرصة سعيد. اهلي فيك. رني زي فرصة سعيدة. فرصة سعيدة، تشرفني. تشرفنا. نهال اعطيني شنطتك. مرحبا. كيفك مراد؟ منيح وانت؟ عرفتك انت الازهر اللي كنت بيقوله داك. هذا اخي. مرحبا. منروح؟ كنت حابب نقعد مع بعض شوي. كنت بتمنى، بس عن جد اليوم ما بقدر. يا ريتك اتصلت قبل ما تجي. قلت بعمل لك اياها مفاجأة. عن جد فاجأتني. سبقوني على السيارة. خاطركم. الله معك. هاد الموتور إلك زيد؟ لا، هاد لسعد. هذا أخوكي؟ لا، شوفيرهم. منيح كتير، خليه ياخذ أخوكي ونحن بنقعد شوي. ورنين معنا. لا، مرة تانية. اجت السيارة أخيرا. مع السلامة. يلا باي. مع السلامة. باي باي، منحكي. ماشي، أنا هلأ صار لازم روح. دبروها وخلونا نطلع آخر الأسبوع. نحكي مع بعض. فرصة سعيدة. أهلا، مع السلامة. مع السلامة. ما زبطت معك. ما في حظ. شو نهال؟ فينا نروح؟ منروح. موتوره كثير حلو. في شي بشيء؟ يا مجانين لا تعملوا هيك. يا الله ما أخبرهم، رح يعملوا حادث. ليش وقفت؟ مانك شايف هالأغبياء شو عم يعملوا؟ لا تقول عنهم أغبياء، زبط كلامك. هدول رفقاتي. كأنك مانك شايفة كيف عم يتصرفوا. بكفي اللي بالبيت، مو ناقصني انت كمان. يلا امشي. يلا.